السلام عليكم. مرت تقريبا 4 أشهر عن آخر مقطع تكلمت فيه عن الكيسات، ووقتها كان المقطع خاص بالكيسات الاقتصادية والمتوسطة، وبالفعل نالت إعجاب الكثيرين. أما الآن فحان وقت الجزء الثاني، لكن لفئة أخرى أو لفئة أكبر. اليوم لدينا مراجعة أكياس أو كيسات Thermal Take من فئة View، الView 32 TGRGB والView 71 TGRGB من نفس الفئة، فئة الView. واحد منهما عملاق لدرجة غير طبيعية. بدون أي مقدمة أخرى أعطينا لايك وكومنت تحفيزي and let's get started. Just wait for a second عزيزي المتابع. قبل الشروع في مراجعة هذه الأكياس، أتمنى من كل قلبي أن تزور موقعنا الجديد dz-community.net، فالأخبار عليه صارت بكثرة سواء من ناحية الألعاب أو من ناحية الهاردوير، فأتمنى أن تزور الموقع وتعطينا بعضا من أفكارك واقتراحاتك من أجل تطوير الموقع أكثر وأكثر. Let's get started. سأقوم بمقارنة كلا من الكيسين جنبا مع جنب حتى لا نضيع الوقت. الكيس على اليمين يذهب بالView 32 TGRGB، والكيس على يسار الشاشة يذهب بالView 71 TGRGB. كلاهما من سلسلة الفيو التي تأتي بالتمبرد جلاس، والصراحة سمك الزجاج في هذه الكيسات غير طبيعي. وزن الزجاج وحده قد يعادل وزن تجميع بأكملها، وهذا يعود إلى سمك الزجاج كما قلت الذي يأتي ب 5 ملم في نسخة الفيو 71 و 4 ملم في نسخة الفيو 32، مما يجعله ثقيل جدا، خصوصا أن هذا الزجاج يحيط بالكيس في معظم جوانبه، وبالتحديد 4 طبقات من الزجاج من اليسار ومن اليمين ومن الأعلى ومن الأمام، وكل هذا يؤثر في وزن الكيس. وتكلما عن الوزن، هذه أثقل كيسات جربته إلى حد الآن. وزن الفيو 32 يقدر ب 8.2 كيلوغرام، ووزن الوحش الأكبر الفيو 71 يقدر ب 19.1 كيلوغرام، ومع البوكس يصل أكثر من 20 كيلوغرام. يعني لما فتحته كنت حريص جدا لأنه ثقيل لدرجة غير طبيعية، وحتى في البوكس كما قلت الذي يأتي فيه واضعين علامة أنه ينصح 2 بتركيبه، يعني ثقيل جدا لدرجة غير طبيعية كما قلت. وكل هذا يعود إلى التمبرد جلاس، لأن مواد الصنع المتبقية فيه من الـ SPCC أو الفولاذ الكربوني الذي يأتي بصلبة ممتازة جدا وبوزن أخف. إضافة إلى ذلك في نسخة الفيو 32 يوجد إضافة بسيطة من البلاستيك المقوى من أعلى الكيس ومن أسفله. أما المواد المتبقية فهي نفس الشيء، الـ SPCC والتمبرد جلاس. بالنسبة للحجم، فنسخة الفيو 32 تعد ATX ميد تاور، يعني يمكن أن تدعم مذربوردات من الميني ITX، مايكرو ATX والATX، ويستطيع الكيس حمل كرت شاشة طولها 40 سنتيمتر وباور سبلاي طوله 22 سنتيمتر، وكذلك يستطيع حمل مبرد معالج طوله 16 سنتيمتر كأقصى شيء. أما بالنسبة للوحش الأكبر الفيو 71 فيعد كيس فول تاور، هذا يعني أنه يدعم كل أنواع المذربوردات، الميني ITX، المايكرو ITX، ATX والإكستندنت ATX، كما يستطيع حمل كرت شاشة يصل طولها إلى 41 سنتيمتر بدون رف الهارد درايف. أما إذا كنت تريد المحافظة على رف الهارد درايف، فيستطيع الكيس هنا حمل كرت شاشة يصل طولها إلى 31 سنتيمتر، يعني الأمر راجع إليك. بالنسبة للباور سبلاي فيمكن أن نقول أنه يستطيع حمل كل أحجام وأطوال وحدات الطاقة، المهم لا تتجاوز 22 سنتيمتر. وبالنسبة لأقصى طول لتبريد المعالج، فالكيس يستطيع تحمل كأقصى حد 19 سنتيمتر. ننتقل إلى المراوح، فكلهما يأتي ب3 مراوح تدعم الـ RGB، لكن نوعية الـ RGB لم تعجبني صراحة، فضوءها يأتي خافت وليس لافت للانتباه، يعني الكيس ما تتوقع منه كمية RGB في المراوح، بل توقع منه الجودة والصلابة فقط. الاختلاف الوحيد بين الكيسين في المراوح هو الإضافة في الفيو 71 الذي تستطيع تركيب فيه إما مراوح بطول 140 ملم أو مراوح بطول 120 ملم. بالنسبة للرادياتور الخاص بالواتر كولينج، ففي نسخة الفيو 32 من الأمام يستطيع دعم رادياتور ب 360 ملم، ومن الأعلى بطول 240 ملم، ومن الخلف بطول 120 ملم. أما في نسخة الفيو 71 فيستطيع تحمل إما
راديتور بطول 360 ملم أو راديتور بطول 420 ملم من الأعلى واليمين نفس الكلام، ومن الخلف إما 120 ملم أو 140 ملم، ومن الأسفل 240 ملم. هذا كل شيء. ننتقل الآن عزيزي المتابع إلى الإيجابيات والسلبيات. بالنسبة للإيجابيات، فجودة الأكياس ممتازة جدا إلى حد كبير، سواء من ناحية الفولاذ المثين أو من ناحية الزجاج السميك، لكن مع ذلك مع متانة الفولاذ أو سماكة الزجاج، فينصح دوما الحذر من الزجاج أثناء التركيب، لأنه يبقى دوما العنصر الأضعف. الإيجابية الموالية، يمكن تركيب النوافذ الزجاجية في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى بطريقة مبدعة جدا، ولا أذكر أن هنالك أي شركة قد عملت نفس الشيء، لذلك هذه نقطة ممتازة ونقطة قوة لترمال تيك، طريقة مبدعة جدا تسهل عملية التركيب والمنظر يصبح أروع. الإيجابية الموالية عزيزي المتابع، يأتي كلا من الكيسين بكنترولر، واحد منهما يأتي مدمج في كيس الفيو 32 والثاني يأتي بهذا النوع الذي يأتي منفصل عن التجميع بحيث يمكنك أن تركبه بنفسك. والصراحة هذه الكنترولرز ليست الأفضل على الإطلاق، بل تأتي بجودة جيدة إلى حد كبير، لأني وجدت بعض المشاكل مع هذا الكنترولر في البداية، لأن أول كنترولر الخاص بالفيو 71 احترق. طبعا هنا عزيزي المتابع، أنا لا ألوم شركة ثيرمال تيك على الكنترولر، بل هذه الأشياء تحدث من حين إلى آخر، لذلك الكنترولر يعتبر جيد إلى حد كبير. المهم، مهمة هذه الكنترولر إما التحكم في سرعة المراوح أو التحكم في RGB، سواء من ناحية الألوان أو التحكم فيها كليا، هذا كل شيء. لكن في نسخة الفيو 32 يمكنك أن تتحكم في RGB من خلال الزر العلوي المتواجد على أعلى الكيس. أما في نسخة الفيو 71 فيمكنك إما التحكم عن طريق الكنترولر أو عن طريق زر RGB الموجود كذلك في أعلى الكيس. تمنيت لو كان يدعم ريموت كنترول عن بعد للتحكم بأسهل طريقة ممكنة، لكن it's not a problem. الإيجابية الموالية عزيزي المتابع، ثغرات في معظم جوانب الأكياس، يعني Airflow جيد جدا خصوصا في النسخة الأكبر الفيو 71. في خصوص السلبيات عزيزي المتابع، أول سلبية عزيزي المتابع تتمثل في RGB. كيف؟ الإنارة الخاصة RGB خافتة جدا، وبالتالي غير لافتة للانتباه. طبعا هذا لا يقلل من قيمة الكيس، لأن الكيس ممتاز جدا من كل النواحي. طبعا راح تسألني لماذا وضعت RGB في سلبيات. طبعا هنالك أشخاص اللي يهتمون بأدق التفاصيل مثل RGB، يهتمون بجودة التصنيع وحجم الكيس فقط مثلي تماما، لكن هنالك أشخاص يهتمون بأدق التفاصيل، RGB من بين هذه التفاصيل، لذلك وضعته في سلبيات لأن الإنارة الخاصة به خافتة جدا. السلبية الموالية عزيزي المتابع، ربما لا تعتبر سلبية بحد ذاتها، بل تعتبر إيجابية، لأن الزجاج في هذه الأكياس جيد إلى حد كبير ويأتي بسماكة ممتازة جدا، لكن مع ذلك يعتبر زجاج الحلقة الأضعف لأنه يحيط ب 80% من جوانب هذا الكيس، وبالتالي الحذر عند التركيب القطع الخاصة بهذا الكيس. السلبية الأخيرة عزيزي المتابع، لا أدري إن كانت سلبية بحد ذاتها، لكن بالنسبة إلي الوزن الخاص بهذه الأكياس كان جد ثقيل، خصوصا في نسخة الفيو 71، أكثر من 19 كيلوغرام بالنسبة للكيس وحده، وما بالك بي عندما تضعه في البوكس الخاص به، الوزن يصبح خيالي، حتى أنا لم أستطيع فتح البوكس الخاص بهذا الكيس، كان من الصعب جدا حمله حتى على الطاولة كما ترون. كيف سيكون عندما يتم تركيب القطع عليه؟ الوزن سيصبح أكثر بكثير، لذلك الكيس ثقيل جدا. أعتقد أن هذا كل شيء فيما يخص السلبيات والإيجابيات. إذن عزيزي المتابع، كان هذا كل شيء من حلقة اليوم، أتمنى من كل قلبي أن تكون قد نالت إعجابك، والمزيد من مثل هذه المراجعات لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك، وأهم شيء تفعيل جرس التنبيهات من أجل التفاعل مع حلقتنا أول بأول، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، وكذلك الانضمام إلى صفحتنا على الانستغرام، ولا تنسى كذلك زيارة موقعنا الجديد zcommunity.net، لأن الأخبار عليه صارت بكثرة سواء من ناحية الهاردوير أو الألعاب، فأتمنى أن تزور الموقع وتعطينا بعضا من أفكارك واقتراحاتك من أجل تطوير الموقع أكثر وأكثر. وخلوط راني دايرها، شكنج مع باور سبلاي، مخلط خيوطة ومذربورد، شعل بها الكيس، واتس جوين اون جماعة، ما تنخلعوا مالو، I have no choice. الباور سبلاي تيستر تاعي اللي كنت نشعل به الكيسس دارها،
سما ما كان عندي حتى خيار اخر سوى نخدم بالمذر بورد تاعي القديمه. وهذه المذر بورد بالضبط عندي قصه معها وصورت عليها فيديو ومازال ما طلقتها. سما stay tuned.